يعني سيادتك بعت لي استدعاء رسمي لحد البيت عشان كده؟ دي جريمة قتل يا فاروق بيه، مش حاجة بسيطة. لا بقى، هو محدش قال إن هي حاجة بسيطة. بنت الله يرحمها اشتغلت عندنا في البيت سنين طويلة وما شفناش منها حاجة وحشة. والله أنا شخصياً زعلت لما أنت قلت لي، بس برضه أنا مش فاهم إيه اللي يخلي سيادتك تبعت تجيبني من البيت بالشكل ده وكأني متهم، مع إن كان ممكن سعادتك تكلمني في التليفون وتقول لي تعالى حاجي. معلش ملعوقة، المهم دلوقتي تقدر تفسر لي ليه نسمة كلمتك قبل ما تتقتل بكام ساعة؟ والله هي كانت بتسألني على حاجة معينة وأنا جاوبتها. إيه هي الحاجة دي؟ ويا ريت لو نص المكالمة بالكامل. هي الله يرحمها كلمتني تقريبا على العصر كده، وقالت لي إن في حد راح سأل عليها عند بيت أهلها وقال إن إحنا اللي بعتينه، فكانت بتتأكد يعني إذا كنت أنا اللي بعته ولا هو بيكذب. قلت لها إيه؟ قلت لها إن أنا ما بعتش حد. طب تعرف مين الشخص ده؟ أو على الأقل مين اللي بعته؟ لا والله يا باشا ما أعرفش، وهي كمان ما شافتهوش، بس هي قالت لي إنها خايفة لا يكون ياسين. وياسين هيروح يسأل عليها ليه؟ لا أنا ما عنديش معلومة يا باشا، بس أرجع وأقول لسيادتك مرة تانية لما ربنا يوفقكوا ان شاء الله وتقبضوا عليه وتسألوه هو هيجاوب على طول. تمام يا استاذ فاروق. يعني اقدر استاذن انا ولا سيادتك عايز مني حاجه تانية؟ هتاكد من المعلومات اللي انت قلتها، ولو احتجتك تاني هبعت اجيبك. وماله يا باشا، حقك. استاذن انا. اتفضل. خير ياسين، مجمعنا ليه؟ شكلك رجعت في كلامك ومش هتسافر. والله هو ده الصح، الهروب مش حل. لا رجعت في كلامي ولا في حاجه هتتغير. امال في ايه خير وغشتين؟ الفلوس دي يا ياسين. بقولك يا حضره الضابط، مش وقته اسئله خالص دلوقتي. لا ده الاخضر لازم. لا مش لازم، لان مفيش اي اسئله ليه لازم دلوقتي يا يحيى. خلاص جمالات، الفلوس دي هتجيب لك بيت صغير تقعدي فيه زي ما اتفقنا، واصرفي زي ما انت عايزه. اوصل بس ورثت اموري وابعت لك كل اللي انت عايزه، ما تلاقيش. بلاش الفلوس دي بالذات يا ياسين. الفلوس دي اعتبرها بتاعتي، ولو في اي ذنب هيجي من وراها فانا اللي هشيله. اهم حاجه ابقى مطمن عليكم قبل ما اسافر، ولو عايز نصيحتي ابعد خالص. ابعد اروح فين؟ روح اي حته، بس ابعد عن البيت وابعد عن فاروق. افتح سيدي مكتب محاماه، انت هتبقى محامي جامد انا عارف، وربنا يكرمك ان شاء الله. ماشي، ده كل ده كلام كويس، بس رؤية. ما انت عارف يا يحيى، رؤية خيرناها بدل المرة اتنين، وهي اللي اختارته. اختنا يا جمالات، حتى لو عقلها قال معاها ما ينفعش نسيبها. انا ما قلتش نسيبها، بس اتكلموا انتوا معاها وعقلوها. يا عم نسيب مين؟ اكيد مش هنسيبها. بعدين ما تقلقش، انا عامل حسابي، انا هسيب لك فلوس ليها برضه. والله رجعت لعقلها هتقعد مع جمالات في شقتها. شوفتك حبيبتك هتقعد معاكي؟ طبعا، ده يوم المنى. ماشي يا ياسين. اهم حاجه دلوقتي، في اي حد محتاج حاجه من الفلوس دي قبل ما اكمل تقسيمها؟ هتقسم على مين تاني يا ياسين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا عم عفيف، حقك عليا. حصل خير، بس على قد ما انا عارف ان انت مالكش ذنب في اللي حصل ده كله، بس أنا برضو يا ابني واخد على خاطري منك. حقك تقول اللي انت عايزه، مش عارف أرد عليك. كان في بالي إنك بتعتبر المصنع ده مصنعك، وهتدور معاي على اللي عمل فيه كده وحرق قلبي على شقة عمري، لكن أول مرة أتعشم فيك وتخذلني. صح، عندك حق في كل كلمة بتقولها، بس والله العظيم غصب عني، ربنا يعلم الظروف اللي بمر بيها. بس معلش، اللي كسر يتصلح. ادول يا ابني ادول، جدد المصنع وهات مكنه جديده، وان شاء الله
كل حاجة هترجع زي الأول وأحسن بكتير. والله يا ابني ما كان قصدي كده. أنا عارف، عارف ما كانش قصدك، بس هو ده اللي أقدر أعمله معاك دلوقتي. خد يا ابني. هو أنت مش بتقول لي أنا زي ابنك؟ هاخدهم بس على شرط تفضل شريكي في المكان ونسبتك محفوظة زي ما هي على دماغي من فوق يا حبيبي. قلت إيه؟ ما ده بقى الموضوع التاني اللي جاي أكلمك فيه. موضوع إيه تاني؟ يا بزرة. أيوه. إيه يا عم ساعتين سايبني برة وأنا مستنيك؟ مش الطريقة دي يا عمانة. بعد إذنك يا عم عفيفي، اتفضل. بزرة يكون شريكك مكاني في المكنة الجديدة. ضحكتني ولا زعلان؟ بزرة شريكي. ده بعد إذنك. أنت بتتكلم بجد ولا بتهزر ولا إيه؟ فهمك بعدين. وأي فلوس تانية زيادة ما تقلقش، بزرة سدد. بزرة برضه تاني اللي هسددهم؟ إيه ده بس، استنى أنا عليا 250 جنيه لأمي بقالي أربع شهور مش عارف أسددهم. فهمك بعدين، فهمك بعدين. قلت يا عم عفيفي. بزرة، رب اجعلها بزرة خير. حاضر، حاضر يا ابني، موافق. عليا النعمة، أنت أجدع صاحب في العالم. خلاص 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 يا شريكي، صوتك ما يبقاش عالي. خمسة حب.